يكون فيهم احمد رفعت، واتمنى كمان تضم محمد حمدي، واتمنى كمان تدور على فكره انك لازم تروح تجيب طرف تاني. بس فكره احمد عبد القادر والكلام ده ما اعتقدش بصراحه. اتمنى انك تكمل بنفس القائمه اللي يعني بقى ابراهيم عادل. ابراهيم عادل بالنسبه لي ابراهيم عادل ومحمد حمدي واحمد رفعت دول الثلاثه بصراحه اللي اتمنى انك تضمهم زياده عشان توصل القائمه. ده كان رايي في فكره ابراهيم عادل وفكره محمد حمدي. نديت جدا بابراهيم ونديت بمحمد حمدي وما عنديش اي مشكله مع الاثنين خالص. المشكله بالنسبه لي وبالنسبه لناس كتيره جدا هي مروان حمدي. ومروان حمدي دي فكره اللي هو حاجه ما عرفتش تخش لها من الباب فانت قررت تنط من الشباك. انت ما عرفتش تستبعد محمد شريف علشان خاطر ما عندكش قناعات فنيه بيه ان هو مهاجم وشايف ان هو مهاجم قليل. وكان عندك مشكله كبيره جدا في انك تستبعد قفشه ومحمد شريف الاثنين في وقت واحد علشان خاطر وقتها جمهور الاهلي كان هيعلي موجه الغضب وموجه النقد الجماهيري على القائمه بتاعتك. فوقتها عملت ايه؟ ضميت محمد شريف وبعدها ضميت مروان حمدي اللي هو بالنسبه لك الخيار رقم 2 بعد مصطفى محمد. ليه اللفه دي؟ ليه اللفه دي؟ عايز تبقى مدير فني صاحب شخصيه وصاحب قناعات خليك كده من الاول. مش محتاج تلف اللفه دي كلها. قول ان انا مش هاخد محمد شريف ومجدي قفشه بس في المقابل لو ما رحتش عملت حاجه في الكاميرون همشي. انما ما تعملش كل اللفه دي. مروان حمدي ممكن تكون انت ظالمه لان الولد بيتنمر عليه ناس كتيره جدا بسبب فكره قناعتك بيه. انت مقتنع بيه وقناعتك الفنيه بيه من غير اي نتائج. يمكن النتائج دي تبقى محتاجه وقت بس للاسف الشديد انت في مصر موضوع ان حد يصبر عليك ويصبر على قناعاتك الفنيه بلعيبه الكلام ده مش موجود. احنا في عهد رضا عبد العال وفي عهد حتى ابراهيم سعيد اللي بيقول لك حتى لو تخطى ارقام كريستيانو رونالدو مش هعترف بيه. ابراهيم سعيد والله ابراهيم سعيد اللي هو صاحب اقدر موهبه وصاحب اسوأ عقليه بقى بيتكلم على مروان حمدي. اتمنى انك كنت تعمل فيها من الاول انك عندك قناعات افضل بكتير من كل اللي انت عملته ده. الموضوع كان سهل جدا وبسيط، اعلن قيمتك، اتحمل مسؤوليتك، لو خيشت في البطوله قدم استقالتك، انما انت دلوقتي لو خيشت في البطوله هيتم اقالتك، وبصراحه تستاهل. صراحه يعني الحق يقال تستاهل. كده كده كان هيوصل القائمه ل 28، مش مختلف معاه خالص في ابراهيم ولا محمد حمدي تاني، الاختلاف كله في مروان ان هي ما كانتش مستاهله كل الفيلم الهندي ده. لو عجبك الفيديو فاعمل لايك او سبسكرايب، لو ما عجبكش الفيديو فبص برو هو ده الراي الخلاصه واللي انا جبته لك من الاخر، هي القصه كلها قصه ان الراجل ما عندوش قناعه بمحمد شريف اطلاقا فراح ضم مروان حمدي علشان ما كانش يقدر يستبعد محمد شريف وقفشه الاثنين مع بعض، فهمت القصه ولا لسه؟